تعب من دي. ما يرسل ما يرسل يا اخي، ان شاء الله يرسل اي زول يمشي اي حته في شنو جديد. واحنا لو عرفنا واسع وريناك، هاي الكباشه مشى بالدس بطياره اسامه داود، مشى الامارات قاعد مع محمد بن زايد، وبعدين مشى لاقاهم ولا اتفق معاهم. احنا شغالين بل يا اخوان، احنا شغالين بل يا هو ذاك الواطي قدامنا، احنا شغالين بل في الدعامه دي. عندكم راي ثاني قولوه، قولوه في جده، قولوه في ابو ظبي، قولوه في قولوه في الامم المتحده، قلتوه في محل ما قلتوه. احنا غير الواطي ما عندنا لكم حاجه. الدار اسمع كلام القوات المسلحه ورايه اللي ينزل الشارع عند رومان العربي ده ما نجد. الدار اسمع رايه ولا اللي ينزل الشارع. اتكلمنا امبارح عن موضوع موقف حساس وموقف مختلف، موقف الضعين. قلنا الضعين دي يا اخواننا هي ناس مواطنين قالوا للجيش احنا ما دارينكم، ناس الجيش لبسوا الكاس حقهم وتفكفكوا. الموضوع ده فيه مشكله؟ ابدا. سياسيا فيه مشكله؟ ابدا. موضوع بيعتمد على حاجتين، الحاجه الاولى تقديرات الغايد في المنطقه، لقى روحه محاصر بمواطنين يا يكتلهم يا ينسحب، قرر انه ينسحب. ودي واحده من قواعد القوات المسلحه، اهاجم ادافع انسحب، انتهينا منها. نياله الجنينه فيها وضع بيختلف، قلنا لك مثال ونموذج للوضع الثاني اللي بيختلف اللي انتم ما بتقدروا تتكلموا فيه، هي مثلا قاعده الهجانه اللبيد ما بتقدر تخشها، حتقعد تدون في اللبيد ليوم الدين، ما حفزوا حنسحب لك منها، ما تجرب. جرب، تعال النيل الابيض وانت جاي على الخرطوم، جرب ما في زول حنسحب لك منها، الوضع هنا بيختلف، تعال ولاية الجزيره، ما في زول حنسحب لك منها. امشي كسلة، امشي بورسودان، امشي نهر النيل، ما في زول حنسحب عشان تقول لي يا اخي الجيش بتسقط منه. تعالوا الخرطوم دي، نتكلم عن الخرطوم. الخرطوم يا اخواننا زي نياله. حاصروا القياده العامه بتاعت نياله، قام الجيش انسحب. حاصروا القياده العامه بتاعت ولايه الخرطوم المركزيه وغرفه السيطره، الجيش ما انسحب 8 شهور ولسه الجيش مواصل في فرض سيطرته على السودان كله وعلى الخرطوم. المسيطر على الخرطوم منه؟ الدعم السريع. ما تيجي تعلن حكومتك طيب، وداك دارفور شنو انت؟ وقت مسيطر ما تعلن حكومتك، وقت مسيطر ما تقفل الكباري بتاعتك دي، ما تامن كوبري شمبات، ليه الجيش يضربه؟ الجيش يضربه ليه؟ وانت مش قلت الجيش ضربه؟ الجيش يضربه ليه؟ انت وقت مؤمنه. الخرطوم دي ما حسي الدعم السريع محاصر القياده بتاعتها، الجيش انسحب منها؟ ما انا بسالك، الجيش انسحب محاصرين يا هذيك اليرموك حقتهم سقطت في يد الدعم السريع، والله اليرموك والسلاح جوا سقط مش في يد الدعم السريع، سقط بالبارد وحسي قاعدين في هذا عامه، اهو بعدين انسحب منها الجيش؟ ما ديك الضعين قلت حاصر، قلنا لك الضعين عندها وضع خاص، البلد دي معقده وامرها معقد يا اخواننا، ما تجي من الظاهر تقول لي المعركه دي معقده، المعركه دي داخله فيها محاور، المعركه دي داخل فيها امداد دولي، المعركه دي مستهدف منها المواطن، لم نشهد في تاريخ السودان معركة تستهدف مواطن زي اللي حاصل ده. حركات المسلحة المتمردة دي كان عندها خلافات قبلية مع مليون حتة، ما في تبشيع، ما في تهجير، ما في أي حاجة، ما في عدم أخلاق زي اللي كان بيعمله الآن الدعم السريع، واللي كان بيحصل في زمن البشير كان عاملاه قبائل الجنجويد أو داعمين الدعم السريع أو الروافد بتاعين الدعم السريع، غير كده ما في زي اللي كان بيعمل الحاجة دي. اللي بيخشوا يسبوا نساء وأطفال ده جنجويد بس. قرن ده بيحارب 21 سنة. 21 سنة، يوم واحد ما اقتحم له بيت زول، يوم واحد ما اقتحم له بيت زول. الجيش ده بيحارب في الجنوب ده 21 سنة ما عمل الحاجة دي. ذاك الشرق مولع من سنة 85 ما حصلت الحاجة دي. بيحاربوا القواعد العسكرية، بيحاربوا في أماكن مفتوحة، بيطلعوا من النساء، بيطلعوا من الأعراض، بيطلعوا من المدارس، ما دخلوا لهم مستشفى. ده ما عمل إلا الحرية والتغيير والدعم السريع، الحرية والتغيير اللي بتبرر، الحريه والتغيير اللي بتسكت عن انتهاكات الدعم السريع. البيان حقهم اللي طلعوه في مصر امبارح ده ما قادرين يديروا الدعم السريع ولا يستطيعوا ان يدينوا. امبارح عاملين لقاء مع زينب المهدي. انا قاعد الخبط بينكم يا اولاد المهدي فاعفوا لي انا. سالوها قالوا لي يا اخي الحريه والتغيير ما قاعد تدين الدعم السريع، قالت كيف الكلام؟ قال لا الحريه والتغيير بالدين، لا انت ذاتك ادنت الدعم السريع، قالت كيف الكلام؟ احنا لو خشيت جوجل وبحثتها حتلقى ادانات شبه يوميه. فهمتوا حاجه من كلامه؟ ما هو الزول سالها في اللايف قال لها ما قاعد تدين انتهاك على الدعم السريع وانت ما قاعد تديني، قالت كيف قاعدين ندين؟ مش المفروض طوالي هو اللايف شغال؟ اللايف شغال طوالي تقوم تدين؟ هسه في ناس يقول لك صرفه بسيب دين، اخوان انا ما قاعد اسيب دين، قاعد اقول لهم الدين حقنا ودينكم ده ما واحد. لكن السيد انا بثبت لك انه انا ما بسيب دين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، حار حار
قالوا لك انت ما قاعده تدين الدعم السريع، طوالي في اللايف شغلت اقول وندين انتهاكات الدعم السريع، واكبر جريمه فعل الدعم السريع لي انا شخصيا تقولي قاعد في بيت المهدي، قاعد في بيت ابوك، قاعد في سرير ابوك، دخل اوضه اخوك، فتح مخازنكم وراها للناس في اللايف، دخل مقر الحزب حقك، ما بتقدروا تعملوا الحاجه دي. الوضع بتاع دارفور يا اخواننا بيفرق، الوضع بتاع الجنينه بيفرق، الوضع بتاع نياله بيفرق، الجيش هناك حيواجه المواطن، احسن له ينسحب ولا ما ينسحب؟ احنا ما جينا نقتل المواطنين، لكن كلامنا كان واضح والناس تسمعه من الليله والحريه والتغيير تسمعه. اسمعوا العربي ده. ما دي الضعين. ايوه الجيش بتاعنا انسحب ولا ما انسحب؟ انسحب، قاموا امبارح طوالي والحريه والتغيير وناشطيننا قالوا الدعم السريع يستولي على القاعده، لما استوليت انت؟ الجيش انسحب لك. تخيل حامية أو قاعدة عسكرية يطلعوا منها بس 250 عسكري، قبل 10 يوم الحامية العسكرية دي ثبتت الدعم السريع ما يخش الضعين، مش كده وبس، الدعم السريع استولى على شاحنة بتاع الذخيرة حقت الجيش، الجيش اداهم ساعتين الدعم السريع ما جاب ليهم. يا غسان نزل الفيديو ده بتفاصيله في الضعين. الحصل شنو في الضعين قبل 10 يوم؟ الدعم السريع استولى على شاحنة بتاع الذخيرة، الجيش اداهم مهلة ساعتين بس. والفيديو قاعد والقوة طلعت قاعدة قبل 10 يوم، قال لهم تجيبوا دي في الخرطوم ما حصلت. دي في الخرطوم ما حصلت، احنا لم ندي الدعم السريع ده مهلة الا اللي اداها له ناس الضعين، حميط الضعين، ده تتكلم فيهم انت؟ النزل صحوا بالليل قالوا يا اخي احنا ما بنقاتل اهلنا. ملصوا الكاكي بتاع القوات المسلحة وانسحبوا، مشوا شالوا سلاح مع اهلهم، حاصروا الحامية العسكرية. الجيش قال لهم خير يا اخوانا. ملصوا الكاكي بتاعهم يا زلمة ومشوا لاهلهم، قال لهم خير. اصلا احنا ما جايين نقاتل. الجيش لو كان قاعد في منطقه زي دي المواطن ضده معناها القوات المسلحه لو نزلت السوق بكره حيكتلون، بعد بكره حيضبحون في المطاعم، بعد شويه حتبقى الموضوع ظاهر انه في انفلات امني ضد القوات المسلحه، الولايات الثانيه حتعمل الكبكبه والبلبله والحرب الاهليه اللي بيسعوا لها. الجيش غدر الموقف قالوا احنا ننسحب. اسمع العربي ده يا اخواننا، الضعين دي بالنسبه لنا الدعم السريع رفع فيها علم وسمى الفرقه تغير التسميه بتاعتها الفرقه 20، مشى عبد الرحيم سماها الفرقه الثانيه لانه سمى نياله الفرقه الاولى وسمى دي الفرقه الثانيه، مدقوق فيها العلم بتاع الدعم السريع. بالنسبه لنا المنطقه دي هدف عسكري، نجيها بعد اسبوع، نجيها بكره، نجيها طيران، دي بالنسبه لنا هدف عسكري، احنا ما هنخليها طبعا، وحيتحرر السودان كله من الدعم السريع. رايك السياسي، بعدك السياسي زي ما قال طه عثمان بتاع الحريه والتغيير، قال يا اخي اللي حصل في الدعين ده دي مطالب قبليه، يخدم طالب الدعم السريع ما قبيله، ده يعمل الفتنه بتاعت انه كل قبيله تعمل لها قوات مسلحه. خلاص خير يا زلمه ما في مشكله، ده رؤيتكم اي خير، احنا قبيله تدعم القوات المسلحه ما في اشكال، لكن تطلع تقول القبيله دي عندها مطالب سياسيه، ده اسمه تمرد على الدوله. قاعدين انتوا في الضعين هسه دي وقاعدين في الحاميه العسكريه، لابس ملكي ولا لابس عسكري؟ انت بالنسبه لنا هدف عسكري، بكره ما تتجرس والله العظيم. المواطن الشريف، المواطن الداعم للقوات المسلحه، مرق ونزح زيه زي الجيش. انت ما احسن من الناس اللي نزحوا في اركويت، ولا احسن من الناس اللي نزحوا في الجنينه، ولا احسن من الناس طلعوا من الحته اللي قاعد فيها الدعم، انت قاعد معاهم، هاي شيل شيلتك. شيل شيلتك، الفوضى دي احنا ما حنسمح بها. بكره الصباح ما تيجي تقول والطيران يستهدف، احنا ماشيين نضرب الحته اللي داقين فيها العلم بتاع الدعم السريع ده، هاي بالنسبه لنا هدف عسكري. بس البل يا زول. البل انا ما عندنا حاجه. فده بيتكلم عن انه هسي البرهان عنده اخفاقات وبعض المدن بتسقط، فقام قال يا اخي والله بيغطي عليها بقرارات سياسيه. قرارات اغاله الولا، يغيروا لك 200 الولا دي. ما ده الاستهداف واضح للولايات. داير ينتظر لحد ما مدني تسقط مثلا حتى يغيل الوالي ويجيب واحد عسكري او يجيب واحد عنده تكتيك عسكري يامن الولايه مثلا، ينتظرها لحد ما تسقط عشان انت بعدين تيجي تقول لا لا هو قالوا عشان بس ما يتزامن مع سقوط الجبل اولياء. لا يغطي على جبل اولياء بتين ويقعد يغطي، ما لازم يغيلوا حسي، ما انت قلت دخلوا امبارح الضعين ودخلوا الجبل ودخلوا نياله، يقعد ينتظر مدني لحد ما لازم يحصل القرار ده في خلال ال 24 ساعه. صادف انه الولايات دي كلها بعض الحاميات العسكريه سقطت، فتامين الباقيات السبعه قام غير الولايه حق انهم، ده قرار مفروض يتخذه حسي. احيانا المدرب بغير في الدقيقه 87، نقول عنده مشكله مع المهاجم. بغير في الدقيقه 89، نقول عنده مشكله مع المدافع. انا مغلوب حسي داير اغير اجيب لي زول، تقول لي يا اخي طلع المدافع اللي عنده معه مشكله اصلا لانه لقاه مشكس بيته، انت حمار ولا شنو؟ احنا مغلوبين حسي، دايرين مهاجم،
هطلع مدافع ادخل مهاجم، ما فارقه معي تاني لو جابوا فيني جول. لك التحيه، صرف كلام جميل جدا يا اخوان. والله ذهاب كباشي للامارات برضه عمل ضجه كبير جدا، فما معروف خيطه بيحصل شنو. فالمواطنين بتديات يا اخوان قالوا للجيش اديك يا اخي، قالوا امشوا ما دارين نقف في بلدنا. طيب ليه ما قالوا عكس ذلك، انه الادارات الاهليه او عمده حقهم موسى باديبو توازول قال هو تريح الفراش دار يموت، ولده ماسك الاداره، لكن ليه ما قال انه يا اخي اللي دعم مصري انه يخونه هو يا دعم مصري انتم ميليشيات اطلوا من بلدنا امشوا هنا كلنا غواط الشعب المصلى دارين جيش. ليه ما قالوا كلام زي ده يا اخوانا؟ مواطن بتبلد دي كله جنجويدي وناس زي هم الخطط والجنجويدي كلهم جاي من دياين، الاستنفار كله جاي من دياين، ناس زي يا اخوانا جنجويد اديل. انت ما في زول يجي دافع يا اخوانا، زول كده صالح في ورا زي انه يقعد يدعم جنجويد ويقعد محلهم داك، هم ما بولم الا نفسه. المعركه الحاصل الان حاصل في السودان دي لم ولن يكون في مكان ثاني الا بواسطه جنجويد ديل. يعني ممكن هو انه في خططه المستقبليه انه استلم السودان والتشاد وجنوب السودان، ممكن بيستهدفوا نفس الجرائم دي ويعملوا نفس الكلام ده، لكن في تاريخ العالم كله جرائم زي ده ما حصلت، لأن دي ناس داري يبدلوا ناس بناس تاني. الناس هم بدوا زي ما عارفين انه زي ما تعرفوا انتوا قاعدين في دول دين وما عندهم يعني بدون ديل، ناس في حرب حقهم في معركه بتقتل ده ملقوا الناس اللي بدون في الكويت ده ملقوهم. والله بدون في الكويت دبر اللي في معركه بتقتلهم ديل، ناس جايبين من كل الاتجاهات. يعني زي ما قلت المعارك الحصل في السودان قديما انه حركات المسلحه وناس الجونغران دير ما ارتكبوا دير شاكلوا مع الجيش ويتقاتلوا في القابات، يعني الجيش بر عالم كذلك، والضباط يعني اشادوا انه يعني بيتكلموا صراحه انه يعني خليل ابراهيم لما جاء خرطوم برضه ما اعتدى على مواطن، يعني بيقولوا كلام زي ده. لكن دير ما عندهم اي يعني دي ثقافتهم انه بيقتصوا وبيشيلوا حق المواطن، ويعني حاجه حق زول بيقولوا قنايم من هنا اصلا بيجيبوا قنايم، انت امشي دوك انهب الحاجه اللي استلمته ده حقك، وعلى ده هو بيجي من هناك. يعني الحرب الحاصل في السودان هو المستهدف الاول هو المواطن فقط، المواطن السوداني الاصيل، وبيستهدف ذات الناس معينين ما كل الناس.